نادي الوسطى يمثل ولايات حلمة ومحود والدقم والجازر. موقعه في محافظة الوسطى، محافظة الوسطى التي تشمل أربع ولايات هي ولاية حلمة وولاية الدقم وولاية الجازر وولاية محود. ولاية حلمة هي عاصمة المحافظة، محافظة الوسطى لها شواطئ على بحر العرب وتتميز بطبيعة خلابة والتي جعلت الكثير من النباتات البحرية تتكاثر فيها، والثدييات النادرة كالمها العربي والوعل النوبي، وتتواجد فيها الكثير من آبار حقول النفط والغاز، وتعتبر من أغنى المحافظات في السلطنة. ولاية حلمة موقعها في قلب الصحراء، كان زمان يسمونها منطقة المعبر، وتعني المنطقة المنعزلة، تتواجد فيها الكثير من المعالم السياحية مثل الكهوف والعيون، وكذلك محمية المها العربية العمانية، وفيها الكثير من الصناعات والحرف التقليدية. ولاية محود موقعها يطل على بحر العرب، تاريخها كانت تعد من أهم الموانئ الهامة في العصور السابقة، اشتهرت بصناعة السفن ونقل المسافرين إلى شرق أفريقيا والهند. يوجد فيها ثلاث جزر، أولها جزيرة الراك فيها المناظر الجميلة، وجزيرة عرض وفيها الكثير من أنواع الطيور، وجزيرة محود ومحاطة بأشجار القرم. ويتواجد في جزيرة محود الكثير من الصناعات والحرف التقليدية. ولاية الدقم موقعها في الرفق الجنوبي الشرقي، كانت سابقا نيابة تابعة لولاية حلمة، سكانها أغلبهم يعملون بمهنة الصيد، واليوم أصبحت اليوم من أهم الولايات في السلطنة وأجملها وأرقاها. ولاية الجازر تقع على الشريط الساحلي لمحافظة الوسطى. ولاية الجازر من الولايات الجميلة والتي يتواجد فيها البحيرات الوردية. نادي الوسطى الذي يعتبر الصرح الرياضي والاجتماعي والثقافي والديني، تم تأسيسه حديثا لعدة أسباب، وهي لإنشغال أهالي الولايات الأربع للمهن الأخرى كمهنة الصيد والكثير من المهن. والرياضة عامة في الولايات الأربع تعتبر من الدرجة الثانية. ولتطور الأحداث أصبح أبناء الولايات الأربع تفكيرهم في الجانب الرياضي والاجتماعي والثقافي يكثر، ومن ثم اجتمع الأهالي للم الشباب في نادي يجمعهم. وبالفعل تأتي المكرمة السامية بإنشاء نادي ليمثل الولايات الأربع، وبالفعل تم ذلك في عام 2016، واختير اسم الوسطى ليكون اسم للنادي. حاليا نادي الوسطى يلعب في دوري الدرجة الأولى. سليم بن علي الحكماني، والذي ظل يعمل جاهدا ليصل بالنادي إلى المراتب العليا وخاصة في الرياضة، ولكن الجمعية العمومية للنادي كان لها رأي آخر. نادي الوسطى لن يكون حديث لدوري الدرجة الأولى، وسيصل إلى دوري الأضواء، لأن البداية صحيحة. إنهم أبناء الوسطى. نادي الوسطى. نادي الوسطى يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة محبة عاشقة لناديه. إنهم أبناء الوسطى. نادي الوسطى.